يا من له الخلق والآم، يا من لم يتخذ وصاحبة ولا ولدا، يا من ليس له شريك في الملك، يا من لم يكن له ولي من الذر. سبحانك يا ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين. يا دائم البقاء يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء يا غافر الخطا، يا بديع السماء يا حسن البلاء، يا جميل الثناء يا قديم السنا، يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء. اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار، يا قهار يا جبار يا صبار، يا بار يا مختار، يا فتاح يا نفاح يا مرتاح. سبحانك خلقني وسواني، يا من رزقني ورباني، يا من أطعمني وسقاني، يا من قربني وأدناني، يا من عصمني وكفاني، يا من حفظني وكلاني، يا من أعزني وأغناني، يا من وفقني وهداني، يا من أنسني وآواني، يا من أمانتي وأحياني. سبحانك يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من القاد كل شيء لأمره، يا من السماوات بيميني، يا من يرسل الرياح بشرا بين يديه رحمتي. سبحان جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا. اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع، يا رفيع يا منيع، يا سريع يا بديع، يا كبير يا قديم، يا خبير يا مجير. يا حيا
قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم سبحان ذكر لا ينسى يا من له نور لا يطفى يا من له نعم لا تعاد يا من له ملك لا يزول يا من له ثناء لا يحصى يا من له جلال لا يكيف يا قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبدل يا من له نوت لا تغير يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا غاية الطالبين يا ظهر اللاجين يا مدرك الهاربين يا من يحب الصابرين يا من يحب التوابين يا من يحب المتطهرين يا من يحب المحسنين يا من هو أعلم بالمهتدين أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معيس من هو أحد بلا ذات يا من هو فرد بلا نيت يا من هو صمد بلا عيب يا من هو وتر بلا كيف يا من هو قاض بلا حيف يا من هو رب بلا وزير يا من هو عزيز بلا ذل يا من هو غني بلا فقر يا من هو ملك بلا عز يا من هو موصوف بلا شبيه يا من ذكره شرف للذاكرين يا من شكره فوز للشاكرين يا من حمده عز للحامدين يا من طاعته نجاة للمطيعين يا من بابه مفتوح للطالبين يا من سبيله واضح للمنيبين يا من آياته برهان للناظرين يا من كتابه تذكرة للمتقين يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين يا من رحمته قريب من المحسنين من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من لا إله غيره يا من جل ثناؤه يا من تقدست أسماؤه يا من يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من الكبرياء رداؤه يا من لا تحصل آلاؤه يا من لا تعد نعماؤه Allah, 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 Allah,
يسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد. المجيد